هذا اللقاء هو لقاء جديد نحاول أن نجمع فيه عشاق البودكاست بالبودكاست المفضلة بالنسبة لهم. قبل لا نبدأ مع ضيوفنا اللي جايين نسمعهم ونشوف كواليس هذا البودكاست الناجح والحماس العظيم اللي اليوم نقدر نشوف جزء منه، نبي نعرف أكثر عن عالم البودكاست ومايكس وش يسوون بالضبط وأيضا بعض الأرقام. فرحبوا معي بالرئيس التنفيذي والمؤسس لمايكس عبد العزيز الهديان. أهلا وسهلا عبد العزيز، شلونك؟ خير الله يسلمك، كيف الأمور وياك؟ يا ربي لك الناس متجمعة وعدد اللي زعلانين علينا عشان ما حطينا تذاكر زيادة كثير. إيه ما شاء الله. من وجهة نظرك وانتوا سويتوا كثير من البودكاست الناجحة، وش معنى جناية هذا النجاح؟ طيب، جناية والبودكاستات اللي تهتم بهذا الجانب، لو تشوفون على كل اللغات دائما البودكاستات اللي مهتمة بالجوانب الجنائية دائما ترندينج ودائما في التوب تشارتس، يعني مراكزها متقدمة بين البرامج البودكاست عالميا، مو بس عندنا، على مستوى العالم كل الناس يحبون الجرائم. بالضبط هذا اللي كنت بوصل له، بس انت اختصر. يعني ما في احد جاي هنا يعني الا انه له في عالم الإثارة والجريمة في اهتمام غريب، فهذا شيء ملاحظ على كل اللغات. احنا في عالم البودكاست يعني وذا ستيج ان شاء الله مو بهذا اخر لقاء، فلقاءاتنا جايه في لقاء يعني متعدده سواء جنايه والبرامج الثانيه. ما نستغني صراحه عن مشاركتكم لهذه الفعاليه وفعاليات الجايه ومشاركتكم لعالم البودكاست، واستمعوا دائما لبرامج البودكاست خصوصا مايكس. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافيه. شكرا عبد العزيز، شكرا جزيلا. طيب ابي منكم تغششوني شوي. اللقاء هذا ما هو تحقيقي، فبحتاجكم دائما تسألون، فحطوا في بالكم انه ممكن كل مره نجي عليكم ونقول شو في بالكم اسئله، اي شيء عن حلقه سابقه، طريقه عمل البودكاست، تصويره، اي شيء في الكواليس تبون تعرفونه. ان اليوم نبي نسمع منهم اكثر، فبنتظر منكم المشاركه دائما في الاسئله. خلونا نرحب بمقدمي بودكاست جنايه، محمد البيز ومحمد الشيباني. أو شيء مبروك عليكم هذا النجاح. الله يبارك فيك. أنا ببدأ معك محمد البيز. أبو إيش؟ أبو عيسى. أبو عيسى. أبو عيسى، وش سر هالمحبة الناس لهذا السلك أو هذا الخط من المحتوى؟ يمكن من زمان هذا يعني مجالك، وأيضا أستاذ محمد الشيباني، وش الساحر في هذا الموضوع اللي خلينا نقعد ساعات طويلة نسمعكم ومتحمسين لآخر الأشياء اللي بتصير والأحداث اللي بتجي؟ وش السحر؟ بسم الله، اللهم لك الحمد، اللهم صل على محمد. أنا قبل يومين كذا قاعد مع نفسي، اللي يتابعني بالسناب شاف الخاطر هذا، خاطر بدون ترتيب. أنا عن نفسي ما أدري وش السر، لكن وأعتقد يمكن أنا أختلف عن الناس في بحكم يعني أنا عندي خلفية قديمة وعندي خبرة قديمة وعشت أشياء أعمق من كذا، والناس ما شافت إلا الرحيق الصافي المصفى، بس ما شافت كيف يصير لها الشيء هذا. فأعتقد إنه ما أشوف إن المحتوى جميل. ليش؟ لأن أنا شايفه من بداياته، أنتم شفتوا فقط النتيجة، فطبيعي أني أنا ما أشوفه حلو. أوكي. لكن أول شيء هذا كرم من الله سبحانه وتعالى وفضل، وهو اللي فتح علي، ما لي فيها فضل ولا عندي من علم ولا من خبرة ولا من حكمة ولا من تهيئة ولا من ترتيب. الله من الناس بدوا وعندهم أكثر مني، لكن الله ما فتح عليه. يعني الله ونعم بالله، يعني الله يمتن على عبده يقول ورفعنا لك ذكرك، من الله سبحانه وتعالى. هذا رقم واحد، هذا يعني ننجي للي بعده. الشيء الثاني، يعني افترض انه طبيعة المحتوى هو اصلا المحتوى القصصي الجنائي هو اصلا مثير على مستوى العالم، فما بالك في عندنا في المنطقة، انه شوي اصلا المحتوى، صناعه المحتوى عندنا في المنطقه يعني لسه بادين. يعني ما اقول احنا متخلفين، لا احنا لسه بادين، يعني ما نقدر نقول فما في محتوى يشبه، فما في محتوى. ولذلك اي محتوى مثل محتواي او محتوى مماثل او مشابه قابل للنجاح، عليه ارقام عاليه. جميل. فلذلك انا اقول حرام ان نظلم غيرنا ونظلم انفسنا لما نقارننا مثلا باي بودكاست تقول شوف هذا محقق أرقام، هذا طبيعة المحتوى، فيه غير طبيعة المحتوى هذا. جميل. فاحتياج الناس وتعطش الناس وحب الناس لهذا المحتوى، وأنا واحد منهم، طبيعي أن المحتوى القصصي بشكل عام
جذاب، فما بالك لو صار اللي هو الجريمة والجناية وكذا. تحليل جميل أبويس. أبي محمد الشيباني، وش تحليلك؟ أيضا مسك بالخير وليس غريب عليك المكان، تشرفنا فيك مرتين من قبل، ومرتين سويت لنا جريمتين كان فيه، سوينا شيء إن شاء الله تقنعونا يسوي مرة ثانية، سوينا زي التحدي فيدخلون المكان الناس ذا ستيج، وبعدين يدخلون في زي المسابقة ويحاولون يحلون جريمة. صح. فكانت رائعة، بس انشغل عنا شوي. ليش هذا المحتوى من وجهة نظرك، وانت الرجل اللي يعني سويت نجاحات رهيبة جدا في تويتر، وبعدين طلع لك المحتوى بدأ يكبر، وأيضا شاركتك الآن مع أبو عيسى في جناية، ليش؟ طيب أول شيء أنا شاكر لكم هذه الفرصة، وسعيد أن يكون مرة ثالثة معكم هنا. بالنسبة للسؤال أستاذ محمد، فكرة إحنا كبشر عندنا غريزة معرفة السبب اللي حصلت له جريمة، يعني من قصة هابيل وقابيل احنا نبغى نعرف ليش ممكن الانسان يرتكب هذا الفعل بدون ما يكون عنده او بدون ما يكون في اي سبب ظاهر في الخارج او ظاهر في العلن. يمكن كثير نفهم اذا لقينا سياره شغاله مثلا وجاء سرقه مجرم، فنقول في جزء منها من او جزء منها موقفي واستغل المجرم في هذه النقطه، ولكن في بعض الجرائم يكون فيها من الغرابه والخروج عن الانسانيه الامر اللي يدفع الانسان انه يفكر الى اي درجه ممكن يصل الكائن البشري الى هذا النوع من العنف. فأنا أشوف حتى الآن فكرة إحنا تجاوزنا فكرة الشغف والانجذاب إلى الأخبار الجرائم اللي كانت تنشر في الأخبار وفي الصحف، كان في صفحات كذا قديما كانت، إلى الآن أصبحنا نبغى نفهم لماذا يرتكب هذا النوع من الأشخاص هذا النوع من التصرفات الخارج عن القانون. نبغى نفهم ليش، حتى مع التطورات الموجودة حول العالم، ليش في أشخاص يرتكبون مثل هذا النوع من الجرائم. واتوقع يمكن زي ما قال ابو عيسى في نقطه جدا مهمه، هو الامر مسلي اذا جينا شفناه من برا، بس اذا جينا شفناه من الداخل فالامر نوعا ما ما بقول مؤذي بقدر ما انه مؤلم. فكثير من الاشخاص لما يقرب من المحيط ويكون داخله يصدم. اتذكر ابو عيسى سالوك عن كانوا محامين او محاميات كانوا يبغون يتخصصون في الجزء الجنائي، وكنت تقول لهم ان العالم ليس بالشكل ترونه يعني. صح. ويمكن تطرق لها الاستاذ محمد. صح. العالم من الداخل، مو بس التخصص هذا، كل ما تراه او تبي تتخصص فيه تراه ليس بالبريق الذي تشاهده. حتى السلعه لما تجي تشتريها من السوق لها بريقها في عينك، ثم اذا اشتريتها في 10% تروح اي او اكثر، ومع الوقت تبدا تروح. ولذلك انا ارجع واقول وكثير للأسف يعني يقول أنا حبيت المجال بسببك، أنا دخلت كذا بسببك، أنا غيرت طلعت. ما يخوفك هذا الموضوع؟ يعني إنه يقلقك إن الناس تختار الآن خياراتها العملية بناء على اهتمامهم، بناء على مثلا إعجاب بمحتوى أو مثلا أعجب بالشخص. والله أنا مالي في القانون أصلا، بس لأني أعجبت البيز رح دخلت قانون، صحيح. ما تحس ان عليك ضغط شوي ان يجيك احد يقول لك والله دخلت عشانك؟ انا احذر الناس، لكن الناس تبيتهم كيف، ما اقدر امنعها يعني. طيب خلينا ناخذ انا لكن ليست دعوه الا ان اقول لا. انا قصدي بس ليس الدافع الوحيد ان يكون شيل الموضوع العاطفي وشيل الموضوع الشخصي وفكر بعقلانيه وبشكل مادي. هل قدراتي، هل نفسيتي، هل ظروفي تناسب اني ادخل هذا المجال، سواء البنات او الذكور او الاناث؟ خلينا نرجع خطوه ورا شوي. يعني كل الموجودين يعرفونكم، يمكن يعرفون حتى يعني بداياتكم وارتباطكم بهذا العمل، لكن لنفترض ان شخص وقع علينا في البث المباشر ويعرف ان هذا بودكاست ناجح جدا، ودي بس اخذ الباك جراوند قبل ان تبداوا في صناعه المحتوى المتخصص في هذا المجال. ابو عيسى، خلفيتك العمليه من قبل؟ يعني اشتغلت في التحقيق الجنائي في الشرطه فتره من الزمن، وبعدين حصلت على ماجستير في الأنظمة، واشتغلت في أعمال في الشؤون القانونية فترة، ثم استقلت قبل تقريبا 7 سنوات أو 6 سنوات، والآن أعمل محامي. ما زلت محامي. محمد الشيباني، أول شيء أنا سعيد ثاني مرة أني معكم. أنا قاعد أفكر إيش أقول ممكن النقطة. خلنا نسهل أكثر. محلل سلوكيات إجرامية، مختص في دراسة السلوك الإجرامي، عضو الاتحاد الدولي للقانون الطبي، اشتغلت معهم على كثير من القضايا، مستشار جمعية ولاية أريزونا لمحققي جرائم القتل والجرائم العنيفة في أمريكا، مستشار للجمع أو مجمع الآسيوي الشرعي. كان قبل ما يكون في بودكاست كان في نوع من التجارب أكثر اللي هي كتابة الكتب، وخصوصا الانفتاح اللي حصل على الكثير من القضايا حول العالم. إذا كنا نتكلم عن
الاتحاد الدولي للقانون الطبي أو ولاية أريزونا أو جمعية ولاية أريزونا الأمر اللي أعطاك مساحة أكبر إنك تروح لمناطق. يمكن إحنا جايين في حوارنا في النقطة هذه، الشيء اللي بنسويه في رمضان بيكون معتمد برضو على هذه النقطة وهذه المرحلة اللي في مرحلة الخبرة هذه اللي موجودة. خلينا نروح لها على طول. وعيسى وش بتسوون في رمضان؟ أكثر مني والله في السيرة الذاتية، أنا اختصرت 20 سنة في كلمتين. أي والله. طب يلا كمل مرة. سنة 13 سنة. أنا 20 سنة ما قلت زيه. يلا أبو عيسى المشكلة التخصص حقه مرة طويل، يعني محقق شرطة سهلة كلمتين. أنا وش سوي يا أخي، أنا أحب مقلة ودل. أبو عيسى بس تعطينا شوي كواليس صناعة الحلقة بالنسبة لكم، هل تختارون الموضوع الأقرب؟ هل تتوقعون الحلقة تكون هذا ممكن يضرب في هذا الشكل أو بهذه الطريقة؟ عطني شوية عن هندسة الحلقة بالنسبة لكم. أنت الحين لمستني على الجرح. لأن صناعة المحتوى، أنا أقرأ التعليقات والناس يقول لك وهو من محبة، يعني ما هو من شيء ثاني. نبي حلقة كل يوم، نبي حلقتين في الأسبوع، نبي حلقة 3 ساعات. إيه وش عندك؟ إيه هو يحسبون إني كذا عندي زر أضغط ويصب لي حلقة. صراحة هذا اللي نتوقع كلنا عنكم صراحة، ما شاء الله. لا وهي والله أني أصل بالأمر أحيانا من الكتابة، المسألة ما هي بس اكتبه خلاص، ترتيب الأفكار بطريقة تروق للناس وبطريقة ترتيب التسلسلات، أنا أحيانا أقدم وأخر وأحذف وأزيد وأعدل، وبطريقة حتى لا يصير، وهذا شيء مهم، أنه ما يكون فيه انتهاكات قانونية، بحيث أن يكون المحتوى أول شيء، حتى غير أن مسألة أنه يروق للذائقة من الناحية الفنية، عندك شيء ثاني، في شيء ثاني أنه يكون نظامي. ولو المحتوى وش يعني غير نظامي؟ يعني لا تتكلم مثلا في أشياء مخالفة للنظام، مثلا ما أتطرق إلى جوانب مثلا تتعلق بعمل السابق، فهذا الشيء ما يعني نظاما ما يجوز. الأمر الآخر أنه لا يكون فيه شيء مثلا يمس الثوابت، يمس مثلا قيام، يمس مثلا الأمور النظامية أخرى، يمس مثلا، وهذا عاد يعني مرجعية هذه، وانت رجل محامي يعني تعرف. اي بالضبط بالضبط، فتحليلك أعمق. فلذلك يعني أنا أكون متنبه متيقظ إلى أن المحتوى رقم واحد أن يكون سليم من الناحية القانونية، رقم اثنين أن يكون على مستوى عالي مما يوافق ذائقة الناس والشيء اللي هم يحبونه. هل عندك الآن توليفة تقول الناس تحب في كذا وتحب نبدأ كذا؟ بالضبط. وش المعادلة بالنسبة لك؟ بالضبط. يعني الناس مثلا تحب، يعني مثلا الناس تحب الخير، ودهم أن الخير ينتصر دائما. لكن مثلا أعطيك مثال، يعني وهذا الشيء يعني أنا صراحة ما ألوم الناس فيه، لكنه في داخلي أنا متمسك بفكرتي. القصة الأخيرة اللي شاف منكم، القصة الأخيرة الكل متعاطف مع المجرم، وهذا شيء طبيعي. يعني في أفلام ترى مسلسلات تعاطفوا مع المجرم، لكن أنا ضد تعاطفهم مع المجرم، والمجرم يبقى مجرم مهما بلغ من الحنية واللطف والرأفة والرحمة والبر والإحسان، هو مجرم. وش وضعه عند ربه ما لنا دخل، هذا هو، هذا ربه يحاسب ما علينا منه. لكن وش وضعه في نظر القانون؟ يعني لو كل من ارتكب جريمة قالوا خلاص، ما أدري أنت شفتها أو لا، قالوا خلاص يا أخي كان يصرف عليهم، خلوا أنت المحقق الملقوف راح حرم العائلة من اللي يصرف عليهم، وحرم ذولي من أبوهم، ودخل ذا المساكين السجن، حقه يستاهل. طيب أنا بودي أروح للجانب الثاني محمد، من الناحية النفسية الحين بعيد عن القانون، هل هو فعلا مسكين يعني ومفروض نتعاطف معه؟ شوف أنا لما قالها ضحكت. أنا كلنا قلنا، أنا بنتظر تعليقك. أنا عندي نقطة مهمة جدا يمكن يختلف معي فيها أبو عيسى، ولكن إحنا ما نبرر الجريمة في التحليل، إحنا نحتاج نفهم فين النقطة اللي حصل فيها ضرر للمجرم، وبعد كده بدأت تتراكم عنده ضغوطات ويتكون عنده السلوك الإجرامي عموما. فمثل هذه القضايا مثلا إحنا بنتكلم فيها، مهم جدا إنه يكون في نوع من معرفة أين أصبح هذا الشخص ضحية ومتى تحول إلى مجرم. وهي قاعدة مهمة جدا، أنه ما في مجرم في الحياة ما كان ضحية في السابق. هذا الموضوع ما هو بتبرير، ولكن هذا الموضوع اللي فهم أو بس فهم. ما يستخدم كتبرير، يعني تسمح لي
أنا أشوف قصة سواء في جناية أو قبل مذكرة جنائية أو في فيلم أو وفي محاولة دائما لتبرير الفعل ويجعلك بشكل أو بآخر تبرر أن فعله له سبب منطقي. فهذا مو خطر على الذات الإنسانية أن نبدأ نبرر للمجرمين كل مرة أن سببهم أحد اعتدى عليهم من قبل أو صارت لهم مشكلة من قبل فطبيعي أنه بيوصل هذه المرحلة. لا إحنا ما تخاف أنه يأثر فينا كأشخاص؟ مو هذه النقطة أنا بكون معك صريح فيها سيد محمد، هي موضوع مهم جدا، ولكن إحنا بنشرحها بنفهم العالم أنه ترى الشر مهما كان فهو يعتبر خيار سهل، مهما وصل في التعقيد حيكشف في النهاية. هذه النقطة لازم تكون، يعني لما نجي نشرح الموضوع بشكل كامل احنا ما خصوصا في جناية، يمكن نتكلم بشكل خاص في جناية، احنا ما نحاول نبروز المجرم مثلا زي الجوكر في الافلام مثلا انه والله شخصية مظلومة واو من هذا الشيء، ولكن احنا بنقول ترى حصل عنده ظرف هنا وهذا الظرف خلاه او الهمه هذا النوع من السلوك الاجرامي لانه يغذى عنده واحد من اربع دوافع، يا اما انتقام او سيطرة او تعويض او قوة. بس مو ان عندنا، يعني احنا في دولة اسلامية القاتل يقتل اذا ثبتت انتهى الموضوع، مبررة وش صار هذه قصة ثانية، لكن ما هو في كل العالم. قد تكون المبررات المنطقية تساعد مجرم من الهرب من كرسي الإعدام ولا الحقنة القاتلة ولا غيره. لا ما قطع كلامك، مو مبرر بقدر ما أنه خلنا أشرح لك يا الحين. هي فكرة التحليل السلوك الإجرامي لما نشأت قالوا إحنا عندنا نوع من المجرمين يرتكب الجريمة أكثر من مرة. لماذا يرتكب الجريمة أكثر من مرة؟ هم بيجي يسألون هذه النقطة. خلنا أعطيها مثال أسهل الحين. ليش يبون يعرفون السبب؟ هل هو وقائي للمستقبل؟ هذه النقطة. غير انه وقائي للمستقبل، لا يعني هم متاكدين انه في نوع ثاني حيجي متطور. يعني اكثر مثال يمكن ما نبغى نخش في شكل التوضيح، ولكن لما جات كورونا احنا ما كنا ندري ايش كورونا، تمام؟ فاضطروا مثلا المختصين انهم ياخذون اول تكوين شخص او اول تكوين للكورونا، بدأوا يدرسون التفاعلات اللي حصلت له عشان يصير في نوع من المضادات الموجوده. هذا النوع من السلوكيات الجرامية أتكلم الحين في أمريكا بالتحديد وفي كوريا الجنوبية، الآن عندهم إمكانية أنهم يعني عندهم قاعدة بيانات تساعدهم على عملية أنه لو حصل عندهم مجرم جرائم متسلسلة، عندهم قواعد بيانات تساعدهم في عملية ترصد المجرم وتوقع خطوة السابق المقبلة بناء على خبرة موجودة أساسا. أبو عيسى أبي تعليقك في هذا الموضوع، هل يرى الناس أو خلينا نقول قد يكتب أحدهم أو يعلق أن هذه القصص هي تمجيد أو تبرير للإجرام أو الجريمة؟ لا إطلاقا، يعني تحليل السلوك ليس تبرير السلوك، هو فقط شرح كيف صار هذا الشيء، لكن هل هو دعوة للتعاطف أو دعوة للتحريض ضده هذا كله غير صحيح. هي فقط حتى تفهم، محاولة قراءة، إيه ليش صار كذا، هذا هل قتل بدافع هذا الأمر أو بهذا الدافع أو بلا دافع، أو مثلا هل هذاك أصلا هو المجرم وهذا ينتقم، يعني عدة مفاهيم معينة حنا فقط حتى تفهم وش اللي قاعد يصير زي ما ذكر محمد، لأنها تساعد وقائيا. الواحد إذا عرف ليش وقعت هالجريمة أحيانا قد يكون في تعاطف، لكن إذا عرف التبرير وعرف التحليل لا تغير. مثل عندنا مثال إذا تذكر حق حلقة السايكوباث، بعض تصرفات السايكوباث لما تمسكها بتجتزئ بعض أجزائها يصير في نوع من التعاطف، لكن لما تأخذها بشكل عام وتعرف هو أصلا منبعه من وين ينطلق، من النرجسي، من نوع من النرجسية ومن نوع من العدوانية، ينعكس هذا الأمر تماما، لا تغير نظرتك، لكن ليس إطلاقا ليس عذر أو تبرير أو حتى تحريض. طيب بالنسبة لكم كمحققين لمعرفة من المجرم أو من المخطئ أو فك أسرار الجريمة، إلى أي درجة يساعدكم تحليل السلوك الإجرامي؟ يعني ترجعون له لفهم بشكل عام، أنا أتكلم بشكل عام، لم خلك من مثلا في البيئة الجنائية بحاجة بسيطة يعني مكشوفة للعالم، في الكورة لما المدرب يعرف إمكانيات لاعبين ويعرف الفريق اللي قدامه، مو بس يقول أنا فريقي كويس وبحطك أنت كذا وأنت كذا وطلعوا، لا ما تشوف كثير مدربين يجي يقول أباخذ أشرطة الفريق الثاني، ليش؟ عشان يعرف هذا كيف يلعب هذا وش أشرطة معه. قديمة مرة أبو عيسى بس إيه معنا المقاطع يعني أنا مطقت صالح النعيمة وكذا سامح أسلم زين، فلازم يقرأ الخصم، فيقرأ خصمه يعرف. فلذلك مو بس يعني في هذا المجال، في جميع المجالات، أي معلومة، أي جهة تبغى تكتشف جهة لازم تدرسها تعرف وش قاعدة تتحرك. جميل جميل. أنا برجع شوي وراء، ليش وقف مذكرات جنائية تحول إلى جناية؟ كل شوي ترجع وراء أنت رجعت للأشرطة يا أبو عيسى
انا للحين اقرب من الورع اللي وصلت له. هي كانت تجربه، هي الصدق كانت تجربه، وصراحه كان فيها نوع من الاستنزاف اكثر من لك. اي والصدق يعني صار فيها يعني بحكم انها قديمه يعني من 2019، وكان صناعه المحتوى انا يعني الصدق صراحه محمد يعني وجوده معي مو بس ساعدني في صناعة المحتوى بقدر ما هو صراحة فيه، أنا كان فيه شموع في راسي ما كنت أدري أصلاً فيه شموع، هو جاء ولعها يعني. عز الله ما شاء الله. لكن لكن محمد محمد, يعني محمد محمد صراحة محمد أضاف لي على أضاف لي علمياً، أضاف لي ثقافياً، أضاف لي تجاربي، أضاف فتح عندي آفاق. أنا كنت أفكر فقط في زاوية واحدة، محمد خلاني أتجه لعدة زوايا. محمد خلاني أفهم حتى يعني في موضوع تحليل السلوك أشياء ما أعرفها من 20 سنة. محمد خلاني يعني كان في تساؤلات برأسي من 20 سنة، محمد خلاني أعرفها. طيب شكرا لك الله. قول لنا محمد. بالعكس أنا لا أنا أتكلم صراحة حلو. يعني يمكن يعني صراحة يعني علاقتكم تنعكس ترى مرة على جودة المحتوى اللي قاعد يطلع. إحنا يمكن ما نعرف التفاصيل بس لما نسمعها منكم نفهم ليش التوائم حلو يطلع في 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 شوف انا بتكلم صراحه يمكن ابو عيسى برضه احنا ما نمدح احنا نمدح بعض قدام بعض وقدامكم لا امدحهم ولكن خلينا نتكلم بشكل صريح. يمكن الفكره اساسا انا يعني خلينا نتكلم بالبدايه كيف حصلت. حصل علي ابو عيسى كيف حالك شو اخبارك الحمد لله خلينا نتقابل في موضوع في بالي. كان عنده مثال جدا ممتاز اتمنى انك تقوله لانك كنت ادرى في حق الريتس والاوريو في مثال مش المثال ايوه الريتس البسكوت اي مش الريتس اوكي خفت انا في بسكوت بسكوت اسمه ريتس بسكوت معروف المالح المالح وفيه اوريو. قبل كم شهر كنت مسافر برا المملكه وشفت اعلان جايبين الاوريو قطعتين فحاطين قطعه اوريو وقطعه ريتس فخالطين الحالي مع المالح الله فقلت وش هو لذيذ صراحه فكرته اصلا لذيذه فطرحت الفكره قلت انا عندي قصص وانت عندك تحليل وش رايك انا اقص وانت تحلل جيب الاوريو جيب بعد فبالعكس يمكن بعد بعد فتره يمكن في البدايه لو تشوفون مثلا اول حلقات في جنايه كان الموضوع شوي رسمي يعني ما نقدر نسولف مع بعض بشكل ما بعد ذبينا سفره احنا سافرنا المدينه كنا عرفت ابو عيسى بشكل دقيق جدا. انا شوف تكلم معك صراحه قول قول ما انت ما تعرف الرجل حتى تسافر معه انا فاهم قصدك لا والله ونعم بس اقصد انه في البدايه في المقام الاول يعني كان الموضوع رسمي بشكل انه قلت كيف اقدر من محقق هو يعني لازم يصير كذا كيف ممكن ادخل انا ممكن ازعل في كلمه يرفع عليه قضيه يعني هذه النقطه انا برضه كنت حذر هذه النقطه فتفاجأت انه الموضوع لا بالعكس اسهل والشخص لين المعشر بالعكس انا بتكلم عن حاجه مهمه جدا كان قال حاجات مهمه كان قال حاجات تساعد يقول ساعدته فيها بس اهم نقطه اللي يشوف محمد الشباني من قبل ويرجع يشوفه مره ثانيه بعد وجود جنايه المحتوى القصصي طريقه جمع المحتوى طريقه السرد ترى انا استفدت بشكل كبير من ابو عيسى بشكل جدا ممتاز يعني شهاده ايضا اضيف الى شهادتك محمد ابو عيسى واحد من افضل من يستطيع رواية أي قصة يعني يمكن أنتوا لو تروحون في المجال الجنائي تسمعون كثير بودكاست لكن حتى على جانب الشخصي هذه واحدة من الأشياء اللي معروف فيها أبو عيسى بس خلوني اعذرني في خرجة بس معلش اخرج ريتس وأوريو ثانية لا لا أنا أول ما بديت أسوي قصص ما كان عندي ولا 100-200 فكنت أسويها وأحطها في على السناب 24 ساعة ثم أنزلها على جهازي وأرفعها على اليوتيوب وكنت ارسل يعني عشيرتك الاقربين يعني فكان مره حاقريني مره يعني انا كنت ارسلها لابوي ثم اروح افتح جواله اشوف هو شافها ما شافها ما يشوف اوكي ثم سبحان الله مع الوقت مع الوقت مع الوقت صار يجي وش ده اللي انت ترسل وش ده كم وقت يعني خالاتي اقاربي صار وشو يوم صارت تجيهم من برا ايه يعني تفرق. ابوي يجونه ربعه يقول يا اخي في واحد اسمه حمد البيز وش يقرب لك ها هذا ولدي وهو للحين ما فتح مقاطع والله انك لا لا صار عقب صار قال حتى جاء قال لي قال يا اخي لا تكتب محمد البيز اكتب محمد عيسى عشان يدرون ان شوف والله يوم اني ارسل لك قبل ورا ما تفتح محمد شيباني قبل اتذكر انت جيت يعني كنت تدرس برا وكيف قبول الناس المحتوى اللي كنت تقدمه وايضا اعتقد يعني مريت بتجربة أيام تويتر هذا الشخص اللي ما حد يعرفه أو ما حد التقى فيه بشكل شخصي وجرائم وفي ذلك فترة كانت موضوع خطف الدمام وغيره يعني مواضيع كيف كان تقبل الناس في بداية المحتوى؟ شوف يمكن نقطة يمكن نختلف فيها شيء مع أبو عيسى
يمكن أنا برضو أحب أوجه هذه النقطة لشخصين مهمة جدا. الشخص الأول هو والدتي اللي صدق هي النقطة الوحيدة اللي قالت لي، يعني أول شيء شافت الموضوع قالت مجرمين تحللهم، إيش تبغى تستفيد من هالشيء؟ إيش تستفيد من هالشيء؟ ولكن ما قالت إيش تبغى تستفيد من هالشيء بقدر ما قالت أنا معك. فلما وصلت هنا رجعت وصلت للرياض، وصلت لمرحلة إنه الناس مجالس تتكلم عن جرائم، كان في كلمة مهمة جدا تقال بأنه هذا في أمريكا، هذا في أمريكا، هذا في أمريكا، ما هو بعندنا هنا، ما هو بعندنا هنا. فالمرحلة الثانية كان في شخص مو موجود معنا الحين، وجه له تحية اسمه ياسر العصيمي، كنا جالسين نتسولف على موضوع، قاعد أشرح له فضله يعني إنه يا أخي أنا أحس عندي معرفة وخاف تموت. قال لي يا أخي أكتب في تويتر، وقتها كان حسابي كله عن كرة قدم فقط، يعني كنت أعلق على المباراة في نفس التويتر. من تشجع محمد؟ تشيلسي بس، يعني ما مزعل أحد. ما لومك متخصص في الجرائم يعني. ايوه هذه النقطة. فدائما فقال لي ايش رايك تكتب؟ العالم في البداية ما كانوا مستوعبين. المرحلة المهمة جدا اللي فرقت كانت في قضية خاطف الدمام، هي نشرت اعلاميا وكان في عملية استضافة من قناة حروتانا الخليجية، وقلت حاجة يمكن كنا متفقين عليها انا ومفرح، بس قال لي بعد ما خلص استاذ مفرح وجهت عليه بعد انه قال لي كانت بنهاية الحلقة، فقبل الفاصل أو في الفاصل قال لي أنا بسألك سؤال ولكن ما تقدر تجاوب عليه، أعطيني غمزة وأسوي له باس. فقال لي وش تتوقع مثلا بتكون نتائج التحقيقات؟ فأنا باللحظة هذا يتكلم أنا طلعت على كثير قضايا، قرأت كثير من قضايا سواء أو شفتها أو سمعت عنها في وسائل الإعلام، مقابلات المجرمين صارت منشورة بشكل عام. فقلت هذه الفرصة الوحيدة المهمة اللي ممكن أقدر أقول للعالم إنه في شيء اسمه تحليل سلوك إجرامي. فقلت انه قال ايش تتوقع تكون النتائج؟ قلت انا ما مشارك فيها لا من قريب ولا بعيد، وارجع اكد لا شاركت فيها لا من قريب ولا بعيد. قلت انه بتكون عندنا مجرمه بسلوك ملكه النحل، هذا الوصف اللي كان في بالي ملكه النحل. قال لي كيف ملكه النحل؟ قلت انثى واحده وتحتها اكثر من ذكر يساعدها. فقال لي طيب. بعدها بشهرين بالضبط طلع البيان الرسمي من النيابه العامه بانه المجرمه صارت شهاده موثوقيه لمحمد الشيباني. ايوه بعد العالم صاروا يسوون له عمليه رتويت النقطه هذه، ف بدأ العالم يحسون انه لا في امكانيه من عمليه استفاده. اي هذه النقطه ممكن انه يصير في عمليه طيب. مواجهه. طيب محمد انا سؤال سريع، ايش البدله؟ طيب هذه النقطه مهمه جدا، يعني انا صراحه ما شاء الله انت لبيس يعني، بس ليش البدله؟ انا غاير منها. اي ما كلنا ما نقدر يعني، شعورنا فيها مشاكل واجد، بس بعدين الشيب وكذا صدق هذا ولا لا؟ لا والله صدق وراثه. ليش؟ طيب لبس كان في المرحلة الأولى كان على أساس إنه أتكلم بشكل صريح، كان تتذكر أنت في شهر 3 في مؤتمر مسك الأول الإعلامي 2019 كان عماد الدين أديب موجود، فجيت أقول له ترى اسمع أنا مرة طفشت والعالم كذا، فالرجل قام يعني إعلامية كبيرة جدا، فقال لي شوف كان يطالع في الناس موجودين، كان في نايف وكان في الخطيب وكان فيها كثير ومحمد بن حيد، فكانوا موجودين، فقال لي انت ايش تفرق عنهم؟ انا فهمت ان السؤال انه ايش اللي افرق عنهم بشكل، قال لي ايش تفرق عنهم في قلت انا جرائم هم كل واحد متخصص، قال لا الشكل. فقلت له ما في شيء يفرق. قال كويس، وراني الصوره. قال الصوره هذه ايش رايك فيها؟ كانت صوره عباره عن غليون وقبعه، وقال لي هذه الصوره اللي تشوف تتوقع مين؟ قلت شارلوك هولمز. قال ممتاز، غير الصوره وحط صوره شنب وقبعه وعصا. قال لي هذا مين؟ قلت هذا تشارلي شابلن. قال ليش ما قلت هتلر؟ مش أنا بالصغير ده بتاع هتلر. قلت لا العصاية والقبعة. قال أول لغة في العالم عرفناها هي لغة الصورة، أنت جايب شيء من برا ما حد يعرفه، سوي صجة. أوكي. صجة هذا ربطها في الكاركتر. فالبدلة صجة. فالبدلة صجة، فخلاص ارتبطت الموضوع البدلة. بالعكس خلينا نقول موضوع البدلة ساعد في عملية انتشار المحتوى عربيا. يعني في ناس الآن أوكي. موجودين من مصر، من موريتانيا، من تونس، فيشعرون ان هذا المحتوى محتوى للجميع. ابو عيسى صجتك الصلعه؟ انا بصير بسوي استخدمتها انت صجه؟ ايه انا بصير بغير لغتي. بتكلم مصري عشان انا لا بالعكس. طيب خلونا نسمع منكم اسئله. ودي الصلعه اي مي مي صجه مي براند صارت الا إيه؟ الا بس هي من قبل يعني غصب عليك إيه؟ يعني من قبل. انا اصلا كنت اكثر من شعر فجأة بدأ يتساقط. أنا ححلق بكرة. وصرت بس المنطقة الخلفية إيه. بدون هذه. أعرف مرحلة المساواة عاد تجي. إيه فقلت خلاص وصرت بس الحين وصلت إلى مرحلة لازم ما أكمل 48 ساعة لو أنا محلق، إذا ما حلقت أتعب.
اوكي طيب الله لا يوصلنا لهذه المراحل. لا والله معاناه. طيب خلونا ناخذ اسئله. المايكات موجوده، اللي وده يسال يرفع يده. فيصل بعد اذنك نجيكم البنات. بنات من معها مايك؟ معنا مايك. اوكي تفضل. توقف بعد اذنك والاسم الكريم. السلام عليكم، محمد الدغيم. وش اشكركم. يا هلا محمد دائما. والشباب أبسأل، من يعني صراحه ان اتيحت الفرصه، اغلب القضايا وذكرني فيها سؤال محمد انه عن الاشرطه، اغلب القضايا تصير يعني قديمه، مثلا تصير سياره حديد بحديد واشياء قديمه يعني من 20 30 سنه. فايش السبب انه ما في قضايا جديده؟ يعني مثلا قضايا فيها سوشيال ميديا، فيها جوال، فيها في اشياء معاصره يعني. ابو عيسى عندكم؟ ابو عيسى خلينا نبدا معك، كلكم فيكم بركه. ابو عيسى بنبدا معك. يعني مو شيء مقصود، مو بشيء مقصود، يعني هي طبيعه القصه تتطلب الشيء هذا. واحيانا يعني بعض، بقول لك مثال، احيانا غموض القصه يساعده عدم وجود مثلا التقنيه او عدم وجود اشياء، زي مثلا بعض القصص ما في تصوير، لو كان في تصوير ما في قصه. فاحيانا القدم يساعد على احداث نوع من الغموض. التقنيه قللت من الجهد، خلينا نقول ما اقول انها بالشكل هذا، يعني التقنيه ساعدت وصايره يعني المجرم يستغل التقنيه، ثم تجي الجهه الاخرى وتستغل التقنيه، ثم هذا يكتشف كل واحد يتذاك يعني، يعني كلهم قاعد يتطور. هل يمنع ايضا موضوع حداثة القصص مثلا قانونيه انك تقصها؟ لا لا لا، 100% على كذا يعني. القصه هذا موضوع ثاني، لكن انا يعني اقول لك مثلا، كلكم تعرفون مثلا زي قصه العسل، كل انا قايل لك بعظمة لساني ما في كاميرات، يجي واحد يقول طيب يا اخي كان شافوا الكاميرات. خلاص انا مخربها من البدايه، معلمك ما في كاميرات قبل لا يعني تصنع الكاميرات، خلاص يتعايش مع الموضوع ولا لا تعيش في عالم القصه. اي يقول ليش ما في كاميرات. جوابا على سؤال هذا هو يعني. محمد اذا كان عندك تعليق خلينا ناخذ سؤال البنات. في لو تلاحظ في بعض الاحيان القصه تكون ما فيها جانب تقني، ولكن لما نجي للتحليل يكون فيها جانب تقني، زي ما قال ابو عيسى في موضوع شهر العسل. هو انا بغيت اقول بس هو سبقني في الله يعطيه العافيه، في قضيه شهر العسل يقول ما فيه تقنيه، بس لو تجي تشوف التحليل حقها كان عندنا كيف ممكن المجرمين هذا من هذا النوع يصير يطارد ضحاياه عن طريق السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، او حتى البيانات العامه الموجوده في الانترنت بشكل كبير. فاحنا نحاول نسدد ونقارب من ناحيه انه دمج العالمي كامل سلوك الجرائم بشكل كبير. جميل. سؤال بنات عندكم سؤال؟ في احد؟ تفضلي بس الاسم الكريم اللي معاه المايك. مدري من يلا بيوصلك المايك الان. تحضر تحت النقطه هذه ما نشوف شيء انا وانتو يعني ماله. يلا. السلام عليكم، نورة بن عوشن. عندي سؤال اللي هو أنت ذكرت أن المجرم يبقى مجرم، يعني ما يصلح نتعاطف معه، لكن هل أنت تظن أن أبو عيسى صح؟ لا إيه؟ لا قصده أبو عيسى، قصده أبو عيسى. ما كلنا عارفين الكلمة هذه. إيه. تفضلي نورة. كملي. لا عيدي دام موجه. أنت ذكرت في البداية أن المجرم يظل مجرم مهما يعني كان، فما يصلح نتعاطف معه. فهل أنت ظن أن أي شخص يتعاطف مع المجرم بشكل زايد عن اللزوم ممكن يكون عنده سلوك إجرامي؟ أوه. طيب أنا دائما إذا جيت أجاوب أركز على المصطلحات. أحيانا بعض المصطلحات مفهومها عند السائل غير مفهومها عند الطرف الآخر. صحيح. فإحنا الآن عندنا كلمة التعاطف مع المجرم، ترى انا اقدر افسرها تفسير مختلف عن فهمك، وفيه ناس فهموا اشياء مختلفه. ترى مو بس هالسؤال، كل الاسئله. علشان اكون دقيق، هل المقصود التعاطف مع شخص المجرم او مع فعل المجرم؟ قولي لنا نورة. لا بغض النظر عن انا بجيب بشكل عام. طيب. بس علشان اعلمك ان احيانا قد يكون انا وصلت المعلومه بالشكل اللي انا فاهمه غير اللي المتلقي قاعد يفهمه. وش الفرق؟ شوف بين الفعل زي بين الحين اعطيك مثال. الحين كثير مثل يقول انت محامي كيف تمسك قضيه مجرم؟ زين انا اخذ امسك قضيه مجرم وانا ادري انه مجرم والكل يعرف انه مجرم، او اتشرف اني ماسكها. ليش؟ انا ما مسكتها تعاطفا مع شخصه او تعاطفا مع فعله، انا امسكها علشان احقق له هامش العداله اللي هو يستحقه. ترى في نظام، يعني احنا مثلا هذا متحرش، سين متحرش، نقص راسه، ترى النظام قايل بما لا يزيد عن كذا سنوات يسجن.
خلاص يسجن بالقدر المحدد ويطلع خلاص اخذ اخذ الحق وتطهر. هل نقول ان القاضي احكمه بعدد كذا سنوات انه متعاطف معه؟ مو بصحيح. طيب يا قاضي انت عندك سنتين ليش حكمته بس 6 شهور؟ هل هذا دليل تعاطف؟ هو هذا هذا القدر اللي هو يشوفه يعني. طيب شو التعاطف اللي ابو عيسى ترى انه خطا للمجرم؟ نوع التعاطف وشو؟ لا مثل التعاطف اللي ادي الى موافقته على فعل، الى موافقته او تشجيعه او اجلاله او اكباره او اتخاذه قدوه. زين في فعله اللي هو سواه. أنا هذا ضد الشيء هذا، لكن لما تيجي تقول والله هذا مجرم تفضل أنا بصير محاميك، لكن ترى شف أنت مجرم في النقطة هذه بس أضمن لك، لكن أنا أضمن لك مثلا أن مثلا سلطة التحقيق ما تظلمك، أنا أضمن لك أنه ما يغير الوصف القانوني من الوصف المخفف. أنت وصفك مخفف، أنت صح متحرش، لكن التحرش ترى في النظام في وصفين، شديد خفيف اللي إلى سنتين وفيه المشدد إلى 5 سنين. أنت قد يعملونك بالأوصاف هذه في البحث عن العدالة. أنا قضيتك شفتك أن الأوصاف هذه الصدق الحق حق أنت متحرش نعم، لكن ترى هذا حقك مو بهذا حقك، فأنا أتعاطف معك حتى تحصل على حقك، لا أتعاطف مع فكرك وجرمك وانحرافك وضلالاتك هذه. فلذلك جميل. في مثل الأمور هذه أنا دائما أكون حذر، لأنه قد يفهم المصطلحات بطريق مختلفة من شخص الآخر. طيب في جميل. نظرك أنت، هل أنت تظن مثلا لو أنا تعاطفت مع هذا المتحرش وبررت لفعلته، هل ممكن أنا في داخلي يعني أكون يعني فرضاً أني أنا تعاطفت مع هذا المجرم أنه متحرش، قلت لا حرام مسكين وما من إلى ذلك، هل ممكن أنت تظن في داخلك أنه هل ممكن أنا يكون فيني هذا السلوك من الداخل؟ مو بشرط، مو بشرط. قد فيه ناس أجل إيش برر للمجرم تحرشه؟ مو أبرر له كمتعاطف معه، انا احلل هو ليش سوى. لا هي تتكلم عن شخص تعاطف مو حلل، هو يقول مسكين وسبب كفعله الفعل اللي هو سواه. انا ما اتكلم عن هذه الدائره، انا اتكلم عن الدوائر الاخرى. لنفرض ان واحد تعاطف مع الفعل. لا ما تعاطف مع الفعل. لا مو بنت، ما تتكلم، تتكلم شخص. هل يمكن ان يكون المتعاطف ايه والله الحين الله يهدي تنوره محمد الشيباني هو المتعاطف. فاهم اقصد انه هل هذا يتعاطف لان فعلا قد يكون مثله؟ احيانا ترى في اوصاف جرميه في بعض الجرائم بدون توسع، يعني مجرد ابداء التعاطف هو جريمه بحد ذاته. اوكي هذا ايضا قانونيا. نعم مجرد ابداء التعاطف في بعض الجرائم المحدده، وهذا بنص النظام ترى ما هو من عندي. يعني اذا هذا الشخص تعاطف مع نوع جرائم معينه ممكن يكون في داخله نفس السلوك الاجرامي. خلنا نستمد. مجرد افصاحه عن تعاطفه احيانا يعتبر جريمه. طيب محمد الشيباني ايضا ودي يعني اذا ترى في هذا الامر راي. طيب يمكن الموضوع اللي حصل فيه لقطه هي فكره كيف ممكن نتعاطف مع مجرم. احنا ما نتكلم عن التبرير، نرجع ونعيد، احنا مو تبرير، نقطه الفهم لماذا ارتكب هذا النوع من الجرائم. في نقطه نتعاطف فيها، نعرف انه هذا كان فيها ضحيه. لا بس محمد خلني بس برجعك شوي مره ثانيه. ما هو تحليلك واحد جاء قال هذا المجرم مسكين وأكيد بيسوي كذا سووا فيه كذا، أنت بالنسبة لك كتحليل لشخص مثل هذا وش تنظر له؟ هل تنظر لأنه قد يرتكب هذا الجريمة يوم من الأيام، قد يكون هو فعلا مجرم من قبل؟ هذا النقطة كنت بجيها أستاذ محمد، هي نقطة مهمة جدا. لو فعلا بدأ الشخص يكون فيه نوع كنوع خلينا نسميه التعاطف الضمن أو كامل، مو بس فقط الضمني، أنه هذا الشخص يبرر له فعلته أنه والله هو انظلم وهذا الشخص موجود، أنا هنا فعلا ممكن أقول له إيش رأيك تشوف دكتور نفسي؟ يجب أن تراجع نفسك. إيه دكتور نفسي يعني، لا مو راجع دكتور نفسي، لأنه في عنده أفكار، الأفكار هذه كان يشوف إنه المجرم هذا قبل ما يلقى القبض عليه كان بنفسه يعني أو كان يسوي الشيء اللي هو يتمنى يسويه بنفسه، بس هو ما بيسويه عشان القانون. بس لما راح المجرم هذا وتم إلقاء القبض عليه، ممكن في أي لحظة مع ارتفاع الضغوطات عليه يروح ويتقدم لهذا الخطوة. نور أنت بتعاطف مع أحد ولا شيء؟ حطوا كاميرا عليها يا جماعة. طيب خلينا ناخذ سؤال إضافي من الجهة اليمين. شباب المايك بعد أنكم توصلون لها. الاسم الكريم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. نجلة الحربي. نجلة تفضلي وارفعي صوتك بعد ذلك. كمحققين وجنائيين كيف قدرتم تفصلون بين الحياة الشخصية والمهنية؟ يعني هل استعنتم استشاريين نفسيين، استشاريين اجتماعيين؟ كيف قدرتم تفصلون؟ أبو عيسى ببدأ معك، سؤال لكم جميعا، كيف تقدر تفصل هذه الحياة في الماضي؟ يعني كيف أنت في الماضي تقدر تفصل؟ يعني في 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 شخصك طبعا تشوف أشياء مؤذية، كيف تقدر تعيش بشكل طبيعي بس أنت قاعد هي موجودة في عقلك تتغذى من الأشياء المؤذية نفسيا؟ كيف تقدر تحمي نفسك من هذا الأمر؟
انا كيف اقدر احمي نفسي من كثره ما انسل ذا السؤال؟ خايفين عليك الناس يا ابو عيسى، خايفين عليك لدرجه بديت والله من كثر ما انسال بديت اشك بنفسي، يعني كيف قدرت اتعايش؟ وهو الصدق يعني انا كنت اشوف الاصل انه التعايش، اللي ما يتعايش هذا مو باصل. أوكي. الشخص اللي يتاثر هذا اللي يجب ان يحل امره. انا اشوف هذا هو اللي يعني تقول راح صح اللي هو شوي راح طبيب نفسي فقل هذا معك. فلذلك هو ممكن يعني عليها من البدايات في كل شأن، يعني واحد صار له صدمة نفسية في حياته، فشل، انفصل، كذا، حادث مروري، فقد، صار له عنده مشكلة نفسية ومع الوقت تعايش نفس الشيء في أي شيء جديد. لكن يعني مثلا من الأشياء أنه هذا طبيعة عمل وأنا قدها وكفو، وغيري فيه ناس الآن في قبورها قبل 60-70 سنة اشتغلوا نفس الشغلة وعاشوا طبيعي وأنجزوا وأبدعوا، وشوف فلان مبدع وشوف فلان مقنع وشوف فلان راقي وشوف كذا وشوف خلاص يعني شوف. ففي مبالغة من الناس في فهم هذا الموضوع. أعتقد أنه معليش ترى الإعلام بشكل عام، ما أتكلم الإعلام المحلي، الإعلام العالمي، الإعلام الإقليمي، ساهم ترى في إشعار الناس أنه ترى المحكمة تصير بالشكل هذا، ترى المجرم كذا، ترى السلطات كذا، مو بصحيح ان ترى لا محقق ترى يشك بهاله ترى والله ماشي ما قد شفت يعني. في هذا فرق بين العالمين. محمد ايضا تعليق، يمكن انت بعد تطلع على السلوك الاجرامي بشكل يعني حتى دراستك. هل هو فعلا في مبالغة في وجهة نظر الناس انه تو ماتش من التأثير؟ طيب، في نقطة مهمة جدا، مو تحقيق، تحليل. التحليل هو فهم او خلينا نقول تعيش دور المجرم وتعيش دور الضحية. هذا أخطر يعني. وهذا أخطر بكثير، إنك فعليا تيجي تخش لي مكان، يعني في بعض الأحيان أتوقع إنه نوع من السحر، بس مو بالسحر، تدخل موقع مثلا أو تشوف مسرح جريمة وتشوف مثلا تفاصيل منشورة عنها في الإعلام وتقول والله مجرمكم 1-2-3-4 كذا 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 بناء على الأشياء الموجودة. بيقول لك كيف عرفت؟ بقول له لا أوكي، في أشياء طلعت عليها سابقا في الإعلام بشكل عام حول العالم كان في تشابه في السلوك هذا. بس عملية يمكن أبو عيسى عنده نقطة مهمة جدا وأنا أتفق معاه فيها وأختلف معاه في نقطة ثانية، عملية الدخول إلى منطقة أعمق تكلم عن السلوك وعن تبني الأفكار هذه الموجودة عند المجرمين، إنك تحتاج في كلمة مهمة جدا كتبها الدكتور يمكن ندرس لك الأيام، كان يقول احتفظ بإنسانيتك، هي النقطة مهمة جدا. يقول أنت في كل رحلة تحليل أنت رايح مرة واحدة تكت ون وي، ما راح ترجع مرة ثانية، فإنسانيتك وتعاطفك معها ما في مشكلة، تأذى تعايش بس لا تتعود على الفعل بشكل كبير. يمكن أنا أضفت للشخصين هذول الشخص الثالث، أنصح نفسي بهذه النقطة إني أروح للدكتور نفسي. آخر شيء من دخلهم كلهم مصري. أنا معهم. المهم جدا في عملية الضغط هذا يصير عندك نوع من عملية الإدراك حتى بنفسك، أن تنصدم إنه وصلت لمرحلة ممكن، كيف ممكن واحد يقتل والدته بهذا الشكل؟ كيف ممكن يقتل والد بهذا الشكل؟ المرحلة هذه اللي أنت تعيش ما بين الضدين، الضد الطبيعي والضد الغير طبيعي. فطبيعي يصير في تأثر، ولكن بالعكس تأثر هذا شوفه إيجابي. ما في شك، بالعكس انا انسان مبسوط جدا. تشوفونا قاعدين نسولف الحين نضحك، انه يعني ما دخلنا بكل واحد مع سكين. والله ما ندري، لا تفتشون، انا واحد انتوا اللي خليتونا نشك في كل شيء. طيب امزح معاكم. طيب خلينا ناخذ سؤال زي كبدايه، كيف نقدر نتخطى؟ انت وين كيف تتخطى؟ معليش، هل عندك تجربه انت ولا ان شاء الله في المستقبل؟ انت لسه عندي ان شاء الله بيكون. وين وش تدرسين وش تشتغلين؟ تحقيق. طيب عطها نصيحة أبو عيسى للمستقبل. إذا دخلت التحقيق وقبلوها إن شاء الله، إن شاء الله بيسمح أمرك، ما عليك، لا ما عليك، قبلوك قبلتي باشرتي؟ لا الآن ما، لا تخافين، بتسمح أمرك. تبي تقولين والله أسأل كيف يسمح؟ لا تخافين، الله بيسمح أمرك، لا تشيلين هم، لا تشيلين، والله لا تشيلين هم. التفكير هذا ترى والله بقولك شيء، أنا الحين على مشارف 50، والله ما أذكر شيء شرد همه ووقع، وإذا وقع يقع كذا بطريقة تفشلني يعني، والله أنا يعني كنت معطي الموضوع أكبر من حجمه. كم واحدة قبلك دخلت للمجال؟ وترى اللي يقولك لا بنات ما، لا 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 لا، والله يا فيه بنات نجحوا، مو بس في أي مجال، وفيه رجال فشلوا. الجنس ما أعتقد أنه مؤثر في النجاح، يعني في طبيبات، في أطباء، في مهندسات، في مهندسين، في محققات، في محققين. سامح الدنيا، سامح يعني ترى أو يعني في مجالات كثيرة يعني. فأرجوكم، أرجوكم لك وللجميع يعني في جميع شؤون حياتكم، ترى احنا مشكلتنا للأسف نسمي الأشياء بغير اسمها، اسمها صغيرة
سمها صغيرة لا تقول لا عبس ولو ما موضوع مرة بسيط. ميسا شكرا جزيلا الكلمة هذه مرة مهمة سميها صغيرة. خلينا ناخذ سؤال زيادة في سؤال تفضل. مساكم الله بالخير جميعا. اسمك كريم طال عمرك. مصعب الشمراني. عندي سؤالين. السؤال الأول أنه أنا سمعت موسمين أتوقع وكان دائما في سؤال مصاحبني اللي هو هل في لمسات درامية ما مدى واقعية أوكي القصص. حلو هذا واحد. السؤال الثاني ما مدى ارتباط الجينات بالجريمة. اصبر. طيب شكرا مصعب. أبو عيسى كمية الإضافة الدرامية أكيد على القصص. أكيد أنا حتى ذكرت قبل شوي أنه كيف توزنها؟ أحاول أني أوزنها وأعتقد ترى هذا كنت بقوله في البداية وما جت الفرصة الآن. جت الفرصة الآن لما قلت أن قبول الناس والأشياء هذه وقلت أنا هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ترى مو شيء أنا ضغط زر وجاني هو موجود يعني من الأساس اللي هو مثلا الناس تتقبل مثلا هذا الشخص وهو يتكلم كذا يعني طريقة روايته للقصة حلوة. ارجع واقول ترى انا ما بقعد استعرض لا 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 انا نعرف اكره الاستعراض ما يحتاج ان كلنا نعرف هو طبيعتي كذا على سليقتي. هذا جانب خلى الناس تتقبل وشيء يسمونه. ترى على فكرة اول ما بديت اللي يذكرني من البداية ترى قعدت لفترة صوت بس ما طلع وجهي امشي واصور كذا إلين صار في ضغوط من الناس أني أطلع ولما طلعت زادت زاد. بس كم كمية وكم توزنها أنت؟ هل عندك ميزان ولا هي شوف الفكرة العامة أن أشياء منطقية وتقع ما هي ما أنا ما جبت لك مثلا ستار وورز ولا جبت لك مخلوقات فضائية ولا أبو ثلاث عيون أنه أشياء تقع لكن هل هي هذه بالذات وقعت إطلاقا لأني أصلا لو بقول لك أن هذه هي اللي وقعت ما راح تشوف قصة ثانية. فلذلك يكون فيها معالجة بحيث أنها لا تتفق مع شيء وقع أو لا تختلف قصتك ما شوف الشرح يعني قد يكون عميق شوي لكن أنا قلت لك إن في خطوط لا تستطيع أنا ما أقدر أني أتجاوزها فلذلك أحاول أني ما أمس هذه الخطوط وفي نفس الوقت احافظ على جوده الذائقه. فاحيانا دراميا تقفز هذه الخطوط من خلال الدراما والاضافه جدا. محمد الثاني صح ايه هل يمكن ان يرتبط الجريمه والله الاسئله الصعبه وهو السهله ديني اصعب من كذا انا ما ادري هذا سؤال وحقنا سهل يلا قل لنا جينات يلا سهل خلاص تفضل محمد. شوف انا عندي سؤال او عندي اجابه مهمه جدا اشكرك على السؤال ده. في نقطه مهمه جدا الجينات نعم هي اسباب مورثه اسباب مورثه. كيف يمكن اثبات ذلك؟ ممتاز جدا. احنا لما اجي الحين مثلا ادخل عليكم الان واقول لكم ذهب وامشي ذهب انتم ما تدرون هل هو ذهب المعدن او ذهب الفعل بس ارجع مره ثانيه اقول لكم ذهب ابو محمد أو تمام هذا ذهب محمد بس ما تدرون وين راح محمد بس اجي اقول لكم ذهب محمد الى السوق الان صارت لكم جمله فعليه كامله اوكي. السلوك الاجرامي هو بنفس الطريقه احنا نحتاج اكثر من عنصر من ضمن العوامل المورثه واهم عنصر كبير واشوفه يعني بشكل كبير في قضايا ومستعد اراهن عليه في مناظره كبيره انه السلوك او البيئه هي من تفعل هذه البيئه المعرفة. ولا الجينات في فرق البيئه الجين خلينا نقول مثلا خلينا نقول سريع الغضب كمثال هل سريع الغضب هذا في بيئة أنه لا والله أنت حاول أنك تستغفر تحط أمورك تتيسر أو خلنا نقول تتمهل في أو يسمونها خلنا نقول تتمهل في عملية القرار ولا أنت شخص خذ حقك بيدك يعني بس هذا قابليته الجريمة هذا قابليته الجريمة الثانية أكثر من الأول لأنه الأول يقولك لا حاول تكون هادي اصفح في القدرة هذه فممكن في مثال هم في 1994 كان في مناظرة مدة 3 ساعات كانوا يتكلمون على هذه النقطة بأنه إحنا عندنا مجرمين في العالم والآن نراقب أبنائهم عندهم مجرم اسمه بي تي كي هذا عنده بنت البنت هذه لها حفيد أو عندها ولد الآن وبي تي كي عنده حفيد إلى هذه اللحظة ما ظهر أي نوع من السلوك الإجرامي الموجود على هذه العائلة مع أن والدهم أو جد الطفل هذا هو واحد من أسوأ المجرمين في تاريخ العالم البشري المحاصر بعدين بس ما حاصل لأنه بس الطفل هذا انتقل في منطقة بعيدة الأم غيرت اسمها بدل ما كان اسمها ريدر صار اسمها روبنسون صار مجرم لا
ما صار شيء. ما صار شيء، بس لو رجع وجلس انه هذا ولد المجرم بس حيوم بيئة مو معناتها الجينات. لا ابو لا. عيسى الجينات، الجينات من الداخل طبعا، يعني البيئة شيء مختلف. القبيلة اكس، المدينة اكس، هذول ناس تزوجوا من بعض اغلبهم مجرمين، هل يمكن كذا نقول؟ شوف انا ممكن اتفق مع محمد واختلف. انا اعتقد ان الجينات لها دور، لكن مو دور عميق او مو دور. ممكن البيئة اللي نشأ فيها من جيناته السليمة يرتكب الإجرام بسبب بيئته أكثر من موضوع الجينات، ولكن لا يعني أن الجينات سببها صفر. أيوه هذه النقطة قاعد أقول أوضحها. فقصدك الصفة ليست الجريمة هي في الجينات، الصفة خلينا نقول تسرع مثلا، هذا عياله متسرعين. يمكن أفضل مثال نشرح في التحليل، لما نجي للتحليل نشرحها بيكون الوضع أوضح أنه في أشياء تركبت مع بعض وصارت هذه الجريمة. نقول أن هذول حارين فممكن يجيب عصا ويطق في راسك، وبعضهم رايق مثلا يعني. أي زي كده. أوكي ف البيئة أكثر من الجينات. طيب سؤال إضافي تفضلي. طيب فيصل في أوكي معك المايك. ممكن بس عندي تكمل السؤال حق الجينات. مصعب أنت قلت سؤالين أنت مصعب قلت مصعب. سؤال أي قلت سؤالين وجاوبنا. جبت كسلتي أنا بحول. لا لا زين زين أصلا كل واحد له سؤال. أنت قال سؤالين مشينا لك عن خويي وكالة. طيب ما راح يسألون أنا بس مصعب على السريع. طيب بس عشان أخذ سؤال إضافي في المحاكمات، يعني لنفرض أن في شخص عنده جيناته تجعل منه مجرم، فهل محاكمته تكون مثل شخص ما حد يقدر يثبت هذا الأمر؟ أنا أقدر أقول لك في حد يقدر يثبت إن جيناتي أنا كمجرم؟ لا معليش أنا ممكن أشرح سؤال، شفني فزعت لك وجبت لي سؤال كويس. ممكن يبين، ممكن يبين يا مصعب مثلا من أثناء القضية مثلا ثبت، أنت قلتها في المحاكمة في ذاك بجيب المحاكمة، مثلا ثبت للقاضي أنه مثلا مثل هذا الشخص لو شلناه وحطينا واحد ثاني كان سيصير الوضع مختلف زيادة أو أقل. في معالجة نظامية موجودة عندنا. طبعا القضاء له عملين، في القضاء الجزائي له عملين، أنا بحكم اختصاصي في القضاء الجزائي أقول لك القضاء الجزائي له عملين. العمل الأول اللي هو النظر في مدى الإدانة من عدمها، هل تثبت الإدانة أو عدم الإدانة. ثبتت الإدانة انتقال إلى المعاقبة، إيش العقوبة أو الجزاء المناسب. فالقاضي الجزائي حسب ما نص مثلا على نظام الجرائم الجزائية يجوز له أنه مثلا يعاقب بعقوبة مخففة أو ميسرة أو مع وقف التنفيذ بسبب، وهذا منصوص بالنظام، إذا وجدت الدائرة أو القاضي من ظروف المحكوم أو ملابس أو ملابسات قضيته أو حط أشياء كنا أو ما ترى الدائرة. هذا يعني بنص النظام أنه لو حس القاضي أن هذا مثلا عنده ظروف بيئية معينة أو جينية معينة ممكن أنه يخفف عنه. اوكي شكرا جزيلا. مره ثانيه بيئه مو بجينات صح كذا بيسه؟ نعم. بيئه. طيب ناخذ سؤالك تفضلي. الاسم كريم ورتها وانتي سالت نفس السؤال تفضلي. الاسم الكريم نجود الرئيس تفضلي نجود. انا سؤالي عن واحده من حلقات البودكاست حلقه لغز القصر، وانا اسمع الحلقه في اشياء صارت بعدين اللي هي الادله، يعني مثلا هم رجعوا للمطعم ورجعوا لعامل التوصيل، وكنت أحس إنه مفروض إن هذه أشياء من البداية تصير. هل هذه فقط للحلقة من أجل يعني إن نطول الحلقة ويصير في أحداث وإثارة أكثر، أو هو فعلًا كذا اللي صار بعد مدة طويلة يلا إنهم رجعوا للمطعم يعني هذه لو كانت واقع ما راح تطول مدة القضية بشكل طويل مرة من غير فايدة. جميل. طيب اختاروا من يجاوب. لا هو طبعا. لا انت قلت القضيه انت المحتوى. شوف انا شكلي ابغى اقول لكم شيء يعني بشكل عام، وانا ترى مو بترى انا بمنع منكم، انا واحد منكم، ترى لما نجي نحلل ولا بس ترى شوف كان المفروض كذا، لا لو انهم سووا كذا، ترى الواحد اللي جاء في حينها ما تمشي عليه زي لما صدم. ما قد صدمت يا اخي ورا ما لفيت كان حد يا اخي تعال اجلس محلي في وقته وتشوف شلون تتصرف. هذا نتكلم بشكل عام. لكن زي ما ذكرت يعني طبعا احيانا يصير فيه بعض المعالجات، بعض الاضافات، بعض التضخيمات من باب صنع الاثاره. فهذا شيء، وهذا معليش يعني ترى فيه مسلسلات وكلنا نشوفه في افلام. بس جمهوركم يركز مره، ترى يعني مستمعين إيه بودكاست جنان وش يركز من دقيقون على الثانيه حبيبي. قلت ورجعته ليش عينك فيها حبة؟ وش تبي أشد من دي؟ واحد يقول لي عينك هذه أكبر من هذه. أنا بصير أركز. ناس الحين. ركزوا في شكلك ما تيجي مركزون في القصة. هذا طيب هذا يعني ميزة لكم بعد إن الناس قاعدة تركز زيادة، بس الله يعينكم. سؤال إضافي. مين معاه المايك؟
طيب يلا تفضلوا، ما ادري من اللي مع المايك بس تكلم المايك وبس. تفضلي. مها بنعيد، سؤال لمحمد البيز. بحلقات مذكرات جنائية عندما تسرد القصص في الحلقات وحتى لو غيرت اسم المجرم في الجريمة، هل أنت كذا تنحيت تماما من عدم ذكره؟ هل أنت إيش؟ تنحيت عن عدم ذكره يا أخي. ذيك من ذيك حقبة سابقة يا أخي أذكر. أبقوكم شيء، أنا يعني حقيقة أعتقد كذا عند نفسي أني أحمل رسالة، أنا عندي رسالة أبغى أوصلها للناس، يعني في أخلاقيات حلوة، في مبادئ حلوة، في مشاعر المواطنة كذا، ودي كذا نتشاركها ونعيشها. ف يعني أعتقد أني أحمل على عاتقي مثل ما كل واحد منا في هالحياة عنده رسالة. أكتشف أنه أحيانا بعض الناس زي هذا اللي أبو عينك أكبر من هذه وكذا، هذا مغرور، هذا شايف نفسه، هذا متكبر، بغض النظر هل أنا كذا ولا ماني بكذا يعني. فصرت يعني أقول فلان أو علان فقط علشان أترك وهج أنه هو أصلا طالع، ما هو علشان يقول لنا قصة، هو أصلا طالع عشان أنا 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 بس، علشان اعطي. وحتى من قبل يعني انه مو فكره، ليست انا شفت هذا، انا ترى هذا بعد كم سنه بالكثير ما راح تشوفونه يعني، لكن وش انا بموت، انا بغادر الحياه هذه ولا عندي مشكله مع هذه النظريه او الفكره، لكن انا وش ابغى؟ ما ابي اجل هالحياه واطلع كذا بدون شيء، بس يعني وش ذا الحاله الصفريه يعني، ابغى اطلع ولي اثر يعني. يقول خالد الفيصل الله يعطيه الصحة والعافية، بيت جميل: يموت الشجر واقف وظل الشجر ما مات. الشجرة تشوفها موجودة في البر لحالها، ميتة من سنين بس أثرها باقي. أنا بس هذه هي الفكرة، أنا ما أبغى مجد ولا أبغى مدح ولا، ويؤذيني معليش يعذروني على يؤذين لما الناس يقول الله احنا نحبك، لا تحبني، ما عليك مني، انا بغادر. خذ الفكره بس، خذ الجمال في الشيء اللي انا قلته واترك الاشياء الثانيه اللي على جنب يعني. معليش محمد ابو عيسى، احنا نحبك دائما. معليش والله. لا يعني حديثك من القلب دائما، وليست المره الاولى اللي اجري معك حوار، صراحتك اعتقد ان هي جزء من شخصيتك اللي الناس تراها وتعرفها وتنجذب لها. زين الاجابه ولا تبين زياده؟ انت سؤالك واقفه وكاتبه ما شاء الله عليك. طيب بناخذ سؤال من الجهه اليسار، سؤال اضافي بعد اذنكم، مين معه؟ تفضلي. طيب المايك بعد اذنكم بنات. الاسم الكريم. السلام عليكم. رنيم. تفضلي يا رنيم. ما ادري، عندي سؤال لكم كلكم صراحه. أوكي. يعني انا اكثر شيء يهمني سبحان الله كينونه النفس البشريه، رب العالمين لما فطرها هل فطرت، أو هذا سؤال فلسفي الأساسي، هل فطرت النفس البشرية على الخير أو على الشر، أو الفطرة تكون سادة على قولتنا وتكتسب الأفعال هذه كلها الخير والشر على أسلوب الحياة نفسها، وهل نعزي الجرائم للطبقية، الطبقية المجتمعية، لأنه المجرم كان أخ، كان صديق، كان ابن، كان زوج، أيًا كان، فهل نعزيها للطبقية؟ أنه هل لأننا إحنا كبشر خلقنا الطبقية، خلقت الجرائم، ولا هي أوريدي موجودة؟ طيب راح أبدأ معك أبو عيسى، هل الطبيعة البشرية على الخير أم على الشر؟ قالت أنه فلسفي، بس أنا مثل الأمور هذه أخذها صراحة من جانب، يعني ما أخذها من جانب، أخذها من الجانب النصوص اللي أنا أعتنقها دينية وعايش عليها يعني. يعني الله سبحانه وتعالى ليس من عدله أن يخلقك يعني ويضعك مجرم، إذا خلقك ووضعك مجرم انتفت سبحانه وتعالى أعدل، هو العدل سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى وهديناه النجدين، يعني اختر اللي تبي، بل أن سبحانه وتعالى الهداية هدايتين، أنا أتكلم من نوع الشريعة، في الهداية اللي هداية الإرشاد
هدايه يعني هدايه او خلينا نقول الهدايه الكونيه، وفي الهدايه اللي الله سبحانه وتعالى يصطفي ناس ويهديهم، لكن لا يعني ان هذول اللي اصطفاهم الله وهداهم انهم هم ما بادروا. حتى يعني مثلا بعطيكم مثال، الذي قتل 99 نفس هذا ضال ولا مهتدي؟ ضال، هو ضال، لكنه وشو وان كان ضال والهدايه باب الهدايه كانت مفتوحه قدامه، بس هو من تلقاء نفسه يختار. اختار، هو اختار انه يكون مهتدي فراح للطريق الهدايه. وقال الله سبحانه وتعالى في ايه دقيقه مره، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انت بس بادر. وفي قصه موسى مع قومه لما كانوا يدخلوا القريه، يدخلوا في المائده، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، بس ادخلوا، ما نبي قتال، ما نبي، بس ادخل، بس كذا بادر، انت بس سوي الالف والحروف الباقي عند الله، انت بس ارم حاجه والله بيكمل الباقي، بس انت بادر، يجب ان تختار. فلذلك انا ارجع واقول ما في احد يقول لا انا اصلا انا ضال، انا غبي، انا ما افهم، لا مو بصحيح. محمد شباني، اعرف ان هذا موضوع قد يكون بحث ممكن تقعد عليه الناس، لكن ايضا بطريقتك. لا ممتاز جدا، انا ما راح ازيد على كلام بعيسى شيء. كذا صوت واضح صح؟ واضح تمام. الموضوع السلوك الاجرامي عموما هو خلينا نقول بشكل مختصر، هو بدا من هابيل وقابيل، خلاص بدت من هنا الشراره. الشراره هذه ما راح تنتهي لين نهايه الدنيا. المرحله هذه ايش بيصير فيها؟ في فريقين، كل فريق بينزل له لاعب جديد في الملعب. لما ينزل لاعب جديد مهمتك في الفريق الثاني انك تدرس كيف يكون تصوره او ليش ارتكب هذا النوع من الجرائم، وبعد كذا يصير في عمليه ما بقول منافسه بقدر ما عمليه المتابعه بشكل كامل. هي بدات من هذيك النقطه. ما اقدر اقول او ما عندي اجابه اقدر اقولها بشكل واضح ليش حصلت، يعني هو شيء في علم الغيب عند رب العالمين، بس من هذه النقطة بدأت إلى النهاية. خلاص إحنا الحين صار في فريقين، في شيء يسوي غلط وفي شيء يسوي صح. جميل، تبين أنا أقول بعد ولا خلاص؟ لكن أول مرة حد يسألني أنا يعني إيه قالت كلكم، إيه قالت كلنا، فأنا مبسوط مرة. أول شيء الله يحييكم. لا أنا أتفق مع كلامهم تماما وقطعيا، وأبتعد إلى يمكن مرحلة متطرفة أكثر، أنه حلل المخطئ ولا نقدر المصيب. فالشخص العادي اللي يمشي الآن ما عنده أي جريمة، في كثير مواقف كان ممكن يختار أن يكون فيها مجرم ولم يختار ذلك، لا أحد يقول شيء عنه، يعني لا أحد يقول هذه صفة الصبر العظيم الذي كذا، وما حد يقول عنك شيء لأنه ما في حدث يمكن تحليله. فعدد الأشخاص الذين لا يختارون السيء ولا يختارون الجريمة ولا يختارون المصيبة ولا يختارون ابتلاء الناس ولا غيبتهم ولا الخطأ عليهم، هذا ضخم جدا. لكن ما نسمي هذه الأفعال بشيء، لكن نسمي القاتل ونسمي سلوكه ونسمي أفعاله. فأحيانا ننسى أنه هو خيار قطعي ويجب أن يكون الشخص مسؤول عنه. التبرير أو التحليل هو محاولة وقائية مثل ما قال سيد محمد لما يمكن أن يخطئ فيه الإنسان مستقبلا، كيف يمكن يعني إيقاف هذا الأمر. لكن عدد الأشخاص الموجودين اليوم، نسبة من يختار دائما الخيار الصحيح منهم هي دائما أعلى. من يقدر هذه الأشخاص؟ أحد. لكن من يحلل سلوك المخطئ؟ وهذا الطبيعي يعني. فإحنا لازم نفكر دائما كم عدد من يخطئ، لكن كم عدد من يختار الطريق الصحيح. إجابة أحسن إجابة سمعتها اليوم صراحة. والله ما حد سأل بس من قبل. تحيه. طيب انا مبسوط الاجابه، اختصرت كل الموضوع سجلت هذه النقطه اهم شيء. استاذ محمد وابو عيسى، اول شيء شكرا على الجهد العظيم في المحتوى الذي يبذل. ومثل ما قلت ابو عيسى، الناس يعتقدون ان هذا المحتوى ياتي كالماء كذا صنبور تفتحه وكل شيء يمشي، لكنه جهد عظيم وسنوات طويله من العمل، الدراسه، التحليل، صناعه المحتوى وتطويره بشكل دوري ودائم، هو اللي يجعل من ينجح في صناعه محتوى مميز فعلا ينجح. ما هي صدفة، ما هي يوم وليلة. وكلكم لو رجعتوا، اللي يعرف اليوم أستاذ محمد الشيباني وأستاذ محمد البيز من قبل أو اللي يعرفهم اليوم، يجب أن يستوعب أنهم جزء من صناعة محتوى من فترة طويلة ودراسة وتعمق وعمل وقصص حتى وجدنا هذا المحتوى اللي اليوم كلنا نجتمع محتفين فيه. أبو عيسى، كلمة في الختام، الناس يحبونكم واجتمعوا اليوم من أجلكم ومتابعكم في كل مكان ومستقبل جناية، أي شيء تبي تختم فيه هذه الجلسة؟
يعني شيء برا الموضوع صراحة، هو شيء يعني الشخصي على مستوى العلاقات بيننا. أنا قلتها قبل شوي، أنا فقط يعني أعتقد أني صاحب رسالة، خذ اصطفي من هذه الرسالة الكلمة اللي تدعمك تساعدك تزكيك، واترك أي أمور أخرى مادية، لأن الأمور المادية تبي تشغلك بلا طائل، لكن الفائدة هي اللي صدقت يعني أنا أحاول أن أغرسها فيك، ولا تنسبها لي أبد. خذها، قل خدتها من مجهول أبد. ودي أنا مجهول، ودي أستمر أني مجهول، ويضايقني أصلا لما الناس تصنفني على أني مشهور. أنا من مشهور، أنا شخص عادي جدا، بل أقل من عادي. الله يقويك. ومبسوط على وضعي، يعني أني عادي، ولا أبغى أصير مشهور، ولا أبغى أتوسع في شهرة أو 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 أو، فقط فتح الله علي هذه المنصة ليبتليني، وش أسوي فيها؟ وأتمنى أني أحسنت، ولو يهتدي واحد بكلمة، مو بشرط يعني يهتدي يعني كان كافر وأسلم، لا مو بهذا قصدي، أي هداية، أي هداية، والله مثلا كان ما يعرف يختار تخصص، اختار تخصص وفاده، هذه بس يكفيني إذا جيت قدام الله يوم القيامة، يا ربي ترى فيه واحد صار كذا وكذا، بس فقط هذا اللي أنا أبيه. شكرا أبو عيسى. محمد الشيباني، كلمة في الختام. طيب أنا ما راح أزيد على أبو عيسى في شيء ولا في نقطة مهمة جدا، ولكن قبل كل حاجة أنا أشكركم على وقتكم، على مساعدتكم، على مساعدتكم. إحنا اليوم هنا مع الستيج في لحظة يمكن خلنا نقول بعد فضل الله أنتم السبب فيها، ومعليش ممكن بتكلم بالنيابة برضو عن أبو عيسى، ترى العمل هذا أنتم بتشوفون اثنين قدامكم، بس أنا ودي أوجه تحية للفريق الموجود، سواء كان أستاذ رندا بالخير، أحمد، عمار، المهند، عبد العزيز. شكرا محمد. بالعكس هذول هم اللي يستاهلون التحية، تفضل معنا على المسرح، وأنتم برضو تستاهلون التحية. شكرا لكم على وقتكم، ما قصرتوا، يعطيكم العافية.